السلام عليكم ومرحبا بك في UFX Markets. في هذا الشريط المصور سنعرض عليك عملية التسجيل وفتح حساب في الشركة. في البداية عليك اختيار اسم مستخدم مكون من أحرف وأرقام. على سبيل المثال سنختار اسم مستخدم Trader مع الرقم 7. بعد ذلك عليك كتابة كلمة المرور مكونة هي الأخرى من أحرف وأرقام. بعد ذلك عليك تأكيد كلمة المرور وكتابتها من جديد. الآن سننتقل إلى التفاصيل الشخصية. بداية الاسم الشخصي، على سبيل المثال سنختار الاسم محمد. بعد ذلك اختيار اسم العائلة، سنختار على سبيل المثال UFX Markets، ومن ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، اختيار الدولة التي أنت مقيم بها، ومن ثم رقم الهاتف. على رقم الهاتف أن يكون صحيح كي يتسنى للمندوبين في الشركة بالتواصل معك، من ثم إدخال الرمز الظاهر أدناه. وأخيرا قراءة الأحكام والشروط عن طريق الضغط على هذا الرابط، الموافقة عليها، ونهاية اضغط انضم. بعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم دخول منصة التداول. كما يظهر لديك في هذا المستطيل رصيد الحساب هو 0 وبحاجة لإيداع مبلغ في الحساب كي تبدأ بالتداول. المبلغ يشكل ضمانات تستخدمها لفتح الصفقات بواسطة رافعة مالية تصل ل 200 ضعف. بالتوفيق.